واكل ثلج مثلا يصببه ويخليه يمرض. خير خير ايش دخلك؟ بس كم صف؟ كم صف؟ ثالثة ثاني. ارفع صوتك. ثالثة ثاني. ارفع زيادة. ثالثة ثاني. افضل انا ازعجت. ثالثة ثاني. ما فهمت شو تقول. انا صف ثالثة ثاني. دخلت الله يلا من مرة سن شعلي يلا شعلي بو. ايش بعده؟ جيراننا. ايش بعده؟ جيراننا. ايش بعده؟ سبب هذا؟ إيه سبب هذا؟ ذا؟ إيه هذا؟ ذا؟ إيه ذا؟ غير. 2 زائد 2 4 4 كم؟ 5 أنا غير 4 ها؟ 5 4 4 5 يا ابني هذا كريم وعارف الأربعة بس يحب يزود 5 كريم 5 شوف 5 الواحد ما هو قادر ينام. لا 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 ايوه عرفت الصوت منين جاي. جاي من هالحصات اللي تمشي. ادخن رجليني قبل ما يجلسد. انت يا ايش تبي؟ ايش تبي؟ اطلعي اطلعي انت فاهم اطلعي. لا ماني طالعه. انت اللي سببت الازعاج ذا. اقول اطلعي. لا ماني طالعه. اقول اطلعي. يا 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 اطلعي يا افك الحصى اللي فوق ظهرت هذه. اقول اطلعي ولا افك زي ما بكل قروه شيلك يا يما 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 اوه يا برسيم. قل خلها خلها احسن لك. خلها اقول لك تعال تعال وين امك. تعال لا يجينا الاسد. تعال ننحاش. جاكم الاسد جاكم الاسد جاكم. لا تكونوا سببا في حدوث الاخطار للاطفال. احفظ نفسك بالسلامة والأطفال أغلى أمانة. احفظ نفسك بالسلامة والأطفال أغلى أمانة. الوقاية هي الغاية والمحبة ما هي كفاية. الوقاية هي الغاية والمحبة ما هي كفاية. للمشاكل عندي حكاية في المستشفى ألف حكاية. للمشاكل عندي حكاية في المستشفى ألف حكاية. الجاهل فرط بعياله والسبب قلة رعاية. الجاهل فرط بعياله والسبب قلة رعاية. الأخطر ما هي هواية والأحمق أحرق برياله. نفسك بالسلامة والأطفال أغلى أمانة. احفظ نفسك بالسلامة والأطفال أغلى أمانة. الوقاية هي الغاية والمحبة